الله أكبر الله. يا زيزو السلام عليكم. اهلا 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 يا حاج زيزو. ازيك يا ست الكل؟ ان شاء الله تسلم وتعيش. كل سنه وانت طيبه وكلكم طيبين. وانت طيب وبخير وسعاده. وطمني على قشطه. والله قشطه الحمد لله دايله بس دايله. ربنا يديها الصحه والعافيه وطولة العمر. انتوا اخباركم ايه؟ انت عارف انت وقشطة بقى تسوى عندنا قد ايه. ده انتوا يعني من الناس اللي احنا بنحبها قوي قوي قوي. واحنا كمان بنحبكوا قوي قوي قوي. وانت مش هتجيني في رمضان تعمل لي كنافة؟ ما انت السنة اللي فاتت عملت لي الكنافة. عناية والسنة دي برضو عناية دي. حاضر تعالى يلا اعمل لنا حصانية كنافة من ايديك الحلوة. بس جيب قشطة معاك. اجيبها معايا ان شاء الله. ان شاء الله. ايه النهاردة عاملنا ايه النهاردة؟ النهارده عامله شويه رز وشويه وراك. بس انا بقى ان شاء الله في رمضان هقول لك انت وكل المشاهدين تسوى عندنا ايه ان شاء الله بامر الله. انا عارف ان الناس كلها ليها مقدار غالي عندك قوي يا ست غاليه، والناس كلها بتحبك على مستوى العالم كله، مش هقول لك فين وفين وفين. ان شاء الله تسلم يا حاج زيزو عشان احنا بنحبكم. ربنا عايز والله كل ما اروح حته واقول الست جاليه مش عايز اقول لك ليكي حضور غريب. ده بيكو ده بيكو ده انا من غيركم اطلع ولا اعرف اقول كلمتين على بعض. ربنا يخليكوا لينا. الله اكبر عليك. تسلم لي يا حاج زيزو. ان شاء الله كده هنقعد كده مع بعض طول رمضان ونشوف بقى حبايبنا يسوا عندنا ايه. عيني بس يلا طلع لهم بقى حاجه جديده من حاجات أمي وأمك بقى بتوع زمان. عملنا بتوع زمان وهنعمل تاني. يلا يا غالية يلا يا تسلم تسلم يا حاج زيزو. أنا وأنت طيبة. وأنت طيب وبخير. تسلم. تحياتي لكل الصف اللي عند حضرتك. تسلم لنا يا حاج. شكرا ليك. كده هنشوف الرز. بصوا عشان حطيناه له الميه سخنه يتشرب على طول وما يلتش ويبقى في التمام. هنوطي عليه خالص شمعه. أهو. ريحة السمنة أو الزبدة فيه لما بياخد التشويحة دي بيبقى حلو قوي. هنا هنحط شوية زيت أو حتة زبدة على حسب ما أنتوا تحبوا عشان نشوح كل الخضار ده. أول حاجة هنبدأ بيها لو خضار ناشف هنحطه الأول زي الجزر. أهو. الحاجات دي هنحطها بس بعد الجزر ما يدبل شوية. أبص بس على الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. اسحب كده بس ابص عليها اشوفها اخبارها ايه. بتغلي اهي وتمام. ولازم نبقى قافلين عليها شويه كمان شويه كده ونروح فاتحين عليها الورقه. اهو لازم الفراخ تتغطى. هنمسك بقى اي خضار ناشف هنسيبه هو اللي يتحط الاول ومن غير ما نحط عليه اي توابل غير في الاخر لان ممكن التوابل تتحرق مع السمنه او الزيت. فلازم هو يتبل لوحده. لازم يتبل لوحده الخضار. ممكن اللي يحبوا الثوم يحط له سنه، اللي مش عاوزين يبقى كده كويس. بقى ما الخضار يتبل هناخد فصل ونرجع. رجعنا تاني بعد الفاصل. ده حطينا دلوقتي الجزر. هنبتدي بقى نحط الفلفل. اي خضار ناشف حطوه الاول وبعد كده حطوا الخضار اللي هيبقى طري. اهو هنبتدي بقى نحيق كده. ست خديجة. الو. اهلا يا ست خديجة. اي سلام عليكم. ازيك يا ست الكل؟ اهلا وسهلا بيكي. أيوة كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت طيبه. سامع حضرتك. ازاي صحتك عامله ايه؟ تسلمي وتعيشي. ازاي حضرتك؟ حضرتك طيبه وبالصحه والسلامه يا رب ويديكي الصحه والعافيه. ربنا يديكي الصحه وتسلم ايديكي. تسلمي لنا يا ست الكل ما شاء الله.
تسلمي. بصي والنبي يا عمتي عايزه اتكلمك اهي معاكي. اديها لي. الو. اهلا وسهلا. ازيك يا ست غاليه؟ تسلمي يا ست الكل، كل سنه وانت طيبه. الله يخليكي. سامع حضرتك طيبه والله بنحبوكي قوي. والله بنحبوكي قوي. حضرتك اسمك ايه بس؟ وبنشكره فيكي. ربنا يخليكي. قولي لي بس حضرتك اسمك ايه، لان انا ساميه مش سامعاكوا كويس. ساميه. اهلا بيكي يا ست ساميه. اهلا بيكي. اسمي ساميه. اهلا وسهلا يا ست ساميه. الله يخليكي يا رب. ان شاء الله في رمضان. أهلا ان شاء بيكي. الله كده انا سمعتك، معلش كان صوتك بعيد عني. بحبك وبتسلم عليكي. تسلمي. ان شاء الله في رمضان هتقعدي وتتفرجي بقى. ربنا يخليكي يا رب. تسلمي. وتشوفي بقى انتوا عندنا تسووا بقى ايه ان شاء الله. ايوه ان شاء الله هنعمل حاجات كتير ليكوا حلوه، ده انتوا تسووا عندنا كتير. يا غاليه. تسلمي يا ست الكل. تسلمينا. تسلمينا. كل سنه وحضرتك طيبه وبخير، شرفتينا. شكرا ليك. نفضل نشوح كده كده زي ما انتوا، زي ما انتوا عزاز عليا، زي ما انتوا عزاز عليا. وان شاء الله في رمضان هوريكم معزتكم عندي. دوروا كمان على الناس اللي بتعزكم غير غاليه، هتلاقوا ناس كتير قوي قوي وانتوا مش واخدين بالكم بتعزكم وبتحبكم وتتمنى لكم الرضا ترضوا. فدوروا على الناس اللي حواليكم اللي بتعزكم. الله يا رب كده كله يتلاقى ان شاء الله. ان شاء الله ده تاني موضوع هنفضل فيه في رمضان بامر الله مع بعض ان شاء الله. كده اول الخضار نحط له بس سنه ميه عشان يبقى مستوي كويس. اول لما يتشوح كده وياخد التوابل هنبتدي بقى نروح غرفينه. ابص على الفرن كده، انا شلت الورقه اللي محطوط عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي بدات بقى ايه تاخد اللون بتاعها مع الحشو اللي جوه الورك، بس لازم نسيبها لحد ما تاخد اللون تمام وتستوي وتبقى تمام التمام. اهي نقفل عليها بقى. نغرف بقى الرز. ست ام ملك. الو. على ام ملك. ازيك يا ست غاليه؟ اهلا بيكي. شفتي بقى في رمضان بقى ان شاء الله دوري على اللي بيعزك ويحبك. رمضان منور بيكي والله واكلك الجميل الحلو. تسلمي. قولي لي مين بقى بيحبك وبيعزك؟ كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه. تسلمي. والله انا اقول لحضرتك على حاجه، انا اخواتي كنت بحبهم وبعزهم، هم اولاد اخواتي. اه. وبعمل معاهم صله رحم. بس هم يعني غدروا عليا غدره وحشه كده، بس هل انا اعمل برضو صله الرحم معاهم ولا اقطع؟ لا ما تقطعيش، اوعي تقطعي، خليكي انت قدمي السبت والحد وان شاء الله يقدموا لك هم بعد كده، اوعي تقطعي. لا. خلي بينك وبينهم عمار مهما يعملوا. يعني استمر في صله الرحم. طبعا، واللي ما يرضاش النهارده يرضى بكره. الله يبارك لك. لا اوعي تقطعي. لا لا، ده احنا بنقول اهلك لا تهلك، واللي من غير اهل زي الشجره يا اختي اللي من غير جدر. بس هم اللي بيغدروا مش انا والله. معلش، مسير الامور تتصلح. كل سنه وانت طيبه. وبعدين شوفي اقول لحضرتك على حاجه، الخلافات ما تخليكيش تقطعي صله الرحم. وقالوا في المثل مسير الباب، مسير الباب يلف ويرجع على عقبه. مسير الباب يلف ويقرا على عقبه. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يعني قال لنا كلام فوق اي خلاف. لا ان شاء الله كل حاجه تتصلح، ما تيأسيش. بس انا كنت عايزه اهدي بقى تهنئه لبنتي ملك، نجحت في الابتدائيه بمجموع 96%. صلاه النبي احسن. وبعتي كمان اهداء لاخواتك. انا بقى عاوزه اسمع منك اهداء لاخواتك.
لا اختي الكبيره واولادها هم اللي مزعليني. ابعت لهم اهداء دلوقتي وابدأ انت من عند غاليه هنا من المطبخ، ابدأ انت وقولي لهم كلمه حلوه عشان رمضان. يلا.